هذا واختتمت منافسات بطولة العالم للغطس العالي في مملكة البحرين والتي أقيمت على مدى يومين. وشارك في المنافسات 40 غطاسا وغطاسة يمثلون 16 دولة، تنافس فيها المشاركون على بطاقة التأهل لدورة الألعاب المائية التي ستقام في سنغافورة 2025. وأقيمت هذه البطولة لأول مرة في مملكة البحرين بتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية وبالشراكة مع GFH. وخلال مشاركتهم في المنافسات أشاد المشاركون بحسن التنظيم وجميع ما تم تسخيره لتوفير البيئة الملائمة للبطولة. هذا وشهدت المنافسات تفاعلا جماهيريا مميزا من مختلف دول العالم. بطولة العالم للغطس العالي حدث عالمي رياضي اختتمت اليوم في مملكة البحرين، فعالياته التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين من مختلف دول العالم، إذ تعد هذه البطولة واحدة من أكثر الرياضات المائية الشعبية وجماهيرية، والتي شهدت تنظيما دقيقا من قبل اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية في بحرين هاربر. والحمد لله توافقنا بنجاحة البطولة، وطبعا الحين قاعد نراجع مع واللي كانت نتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي حسين المسلم عن هل بننظم نفس الفعالية السنة الجاية مع الأوبن سي ووتر والشامبيونشيبس، فقاعد نراجع ان هل ننظم بطولتين عالمية في نفس الوقت. وطبعا اول نسخة يعني خلينا نقول تعلمنا وايد يعني عن التعاون مع كل الجهات. هذه البطولة طبعا تضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية سواء في المحافل الرياضية وبالأخص في بطولة الغطس، وهي أحد البطولات الكبرى في الرياضة. نشكر جميع القائمين على هذه البطولة سواء اللجنة الأولمبية ومجموعة GFH المالية على هذا التعاون. ما شاء الله حدث عالمي، حدث كبير، نشوف التنظيم على أعلى مستوى، حضور مميز، ونتمنى إن شاء الله المزيد من البطولات إن شاء الله في المستقبل، وتعاون مستمر بين جميع الأطراف سواء القطاع الرياضي أو القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مملكة البحرين. إن هذه النسخة من بطولة العالم للغطس العالي تحقق نجاحا كبيرا فنيا وتنظيميا، وتعد واحدة من أفضل نسخ البطولة بشهادة مسؤولي الاتحاد الدولي وأيضا الوفود المشاركة وضيوف البطولة الذين أثنوا على قدرة الكفاءات البحرينية على إدارة هذا المحفل الرياضي العالمي وتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها إظهار البطولة بأفضل صورة ممكنة. طبعا هاي البطولة كبيرة وعلى مستوى عالي، بطولة غطس العالي، بطولة العالم لغطس العالي في مملكة البحرين، وبحرين ما هي بغريبة أن تستضيف هاي البطولات طبعا بتوجيهات القيادة الرشيدة على رأس حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات الحكومة الموقرة. طبعا البطولة نفس ما تشوفون اليوم على مستوى عالي جدا، واليوم اليوم الختامي، وقاعد نشهد أبطال العالم ينافسون على الميداليات الملونة إن شاء الله. النجاح الكبير لتنظيم مثل هذه البطولات العالمية يعزز الإنجازات الحضرية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، كما أنه يترجم التوجيهات الملكية السامية بترسيخ مكانة البحرين المتميزة على الساحة الدولية وإرسال رسالة واضحة المعالم للعالم أجمع بجدارة المملكة في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى وإخراجها بأبهى حلة ممكنة. إن نجاح استضافة بطولة العالم للغطس العالي يعزز من مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية العالمية ويبرزها كوجهة رياضية متميزة لاستضافة أهم البطولات العالمية في العالم. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.